مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في بيت للكل. الحقيقة إحنا موجودين اليوم في التلفزيون الأردني وحلقة عن الريادة وريادة الأعمال والشباب والمستقبل الواعد لدولنا العربية، لأن الدنيا تتغير وسوق العمل يتغير كثير، وأيضا كل الأدوات التكنولوجية أيضا في تغير كل يوم. مساء الخير يا لالا. مساء النور شافي، منورانا في التلفزيون الأردني. والله مكانكم وبيتكم وأكيد هذا المكان الدافئ زي قلوب أكيد. المصريين الدافئة أكيد. وقلوب كل الوطن العربي، فتحية عربية يعني لكل أكيد. المشاهدين الأخوة العرب. ويمكن حلقتنا لليوم شافكي إحنا راح نقدم كمان شوي نماذج أردنية شابة حتى نعطي صورة للشباب الواعد اللي عنده ريادة وعنده ابتكار وبلش من بكير بحلم كتير بعيد وصار الحلم واقع. حلقتنا أمل وتفاؤل اليوم. الحلقة الحقيقة مهمة جدا جدا يا لانا، لأنه أعتقد أنه التغير الواضح لسوق العمل العربي بشكل عام صحيح. وتغير الأفكار وكمان وجود كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة خلت كمان ريادة الأعمال مختلفة مظبوط. ومتغيرة مظبوط. بشكل كبير، وبتقدر كمان إن هي تشتغل على كل المهارات لما الشباب يهتموا بالمهارات ويهتم كمان بسوق العمل ويفكر بطريقة مختلفة. فأعتقد هتبقى فرصة النهاردة وإحنا موجودين هنا في الأردن مع القفزات اللي موجودة أيضا في يعني هذا البلد الجميل، إن إحنا نتحدث عن الشباب الأردني وأيضا الشباب العربي بشكل عام. شافكي عنا القيادة الأردنية جلالة الملك وجلالة الملكة، بس بدي أحب أنوه للمشاهدين وإلك، تخيلي بدوروا وين في شركات صغيرة عملوها الشباب، شركات ناشئة من الريادة ومن الابتكار ونجحت، وبيروحوا لهم على الشركة بيزوروهم. دي حاجة حلوة جدا. وبيشجعوهم طبعاً. يعني طبعاً. وبيستضيفوهم أيضا للديوان الملكي العامر وبيكرموهم، وهذا دليل على أنه كم القيادة الأردنية مؤمنة بأنه الشباب المبدع لازم ندعمه. هلا التشريعات عندنا في الأردن والقوانين كلها برضو ماشت هذا يعني واكبت هذا التطور حتى يكون في تسهيل لهم انه انطلقوا المستقبل لكم صحيح. والتكنولوجيا موجوده. يعني ده شيء رائع طبعا من جلاله الملك وجلاله الملكه، وقد ايه بيحفز أكيد الشباب، وهم اساسا من الشباب يعني روحهم شابه جدا. اعتقد كل ما كانت القياده عندنا رئيس عبد الفتاح السيسي دايما هو يعني مع الشباب في كل المواقع. شفنا في كتير عندكم مؤتمرات وملتقيات، وانه التغير اللي حصل للحكومه الجديده المصريه الشباب موجودين في القياده، يعني هتلاقي لو في وزير فالتاني شاب، لو في محافظ فالمعاون شاب، فدي برضو بتدي ثقل وبتدي كمان للشباب امل، دي بلده اللي هو هيطورها ويشتغل عليها. فاعتقد انه يعني لا يعني دخول الشباب لسوق العمل مبكرا من خلال مهارات وتعلم شيء مفيد كتير ورائع يعني. هلا يعني اللي بيسهل ايضا في هذا الموضوع انه التطور السريع والثوره التكنولوجيه من شهر لشهر عم بتتطور صحيح. في كل تطبيق في كل شيء ثوره سريعه جدا صحيح. هلا كم حلقتنا اليوم رح نركز كمان انه كيف هاي التكنولوجيا تخدم مجالات الحياه كافه صحيح. التجاره، التسويق صح. الثقافه، التربيه والتعليم، تدخل في حتى في الاعلام كمان عندنا هلا الاعلام الرقمي صح. لكن حاجز الخوف احنا رح نحكي عنه حنكسره. رح نكسره اليوم مع نموذجين من الشباب الأردني اللي دخلوا مجال الريادة والابتكار وسوق العمل وصلوا العالمية شركاتهم أكيد. يبقى أكيد. ما فيش غير ان احنا نبدأ حلقة جديدة في بيت للكل مع ريادة الأعمال وأيضا وإزاي سوق العمل وكمان الشركات إزاي بتقدر تتعامل من خلال شباب واعد وأيضا ضيوف إن شاء الله تستفيدوا من أحاديثهم ومن تجربتهم ومن علمهم.